تحكم البلد. انا الخليفه العباسي وبقول لك لو مفيش رجاله نبعت لك رجاله تحكم. صلي على النبي في قلبك كده وشوفوا لنا راجل يحكم البلد، بلاش الكلام الفاضي ده. انا شجره الدر. مش مهم بقى جبته منين، المهم ان انا عايزاك في موضوع مهم. موضوع مهم؟ مهم قوي. ماشي اجيلك امتى؟ طيب طيب دلوقتي حالا. ايه قلقتيني في خير اللي حصل؟ يعني كده عايزاك في موضوع مهم يا باشا. تحت امرك يا باشا. انت عارف طبعا ان ما ينفعش ان واحده ست تحكم مصر. ايش ماشي. وعارف ان انا بعد نجم الدين بقيت واحد. الله يرحمه. ماشي الله يرحمه بقى. ايوه انا دوري ايه في حاجه زي كده؟ ايه رايك لو احنا اتجوزنا ونحكم مصر؟ هنحكم مصر انا اللي احكم يعني ولا انت؟ لا القرارات كلها هتطلع مني. امال انا اعمل ايه؟ مش انا شجره الدر. ايه وشي شجره الدر اعمل ايه يعني؟ وانا ما انا عايز الدين ايبك وانا واحد من الشارع. ماشي ما هو انت هتبقى صوره للناس ان انت الملك. صوره؟ ماشي بس انا ليه شهر؟ قولي لي يا زوز. يا زوز هتتجوز؟ قولي لي يا زوز. حبيبي يا زوز. خلاص ماشي يلا مش مشكله. خلاص الف مبروك يا شجره الدر. ربنا يخليك. ربنا يخليك. اهو اتفضلي يا ست. ايه ايوه بيخونك مع ام علي. ام علي مين؟ ام علي. تعالى لي حالا. تعالى لي حالا. انت اللي بتقول انا مالي؟ علي عز الدين قلبك. لا انا ما بعرفش مين ام علي. هو انت بتتجوز عليا؟ انا اتجوز عليك برضه. انت بتتجوز عليا؟ صراحه بقى انا متجوز عليك. متجوز عليا يعني؟ مش هخاف ولا اخاف، انا متجوز عليك. اتفق. ده ما كانش اتفقنا من الاول. انا بقول لك ايه، مش عايز دوشه. مش عايز دوشه. اوكي. يا بنتي قتلوا تجرسلي وسد الناس قايبك الغالي. شجرة الدر هي اللي قتلته. الحقني. بص اقتل شجرة الدر وخلي حقي وحق ابني اللي يتموه وليك عليا. خليك انت الوصي على الواد علي لحد ما يكبر يعني. انا قاطر. ايوه اهلا. سمعت ان انت كنت متجوزة عز الدين قايبك عشان انت اللي تحكمي وانت اللي تعملي وقتلتيه. لا انا ما قتلتوش. بص كده يا ست. يا مسهل الحال يا رب. صلوا على النبي كده يا رجاله. حد عنده اعتراض؟ انا الملك. صلى الله وسلم وبارك. نعم عيش الملك. عيش الملك حبيبي. فوتوس يحيى يا فوتوس حبيبي يا نجم. معلش معايا رساله بس كده. لا خليك والله اتفضل. رساله في السخان ووش. اتفضل. انتوا انتوا اللي كنتوا جايين 25 واحد من عاملين عرض وبتاع شباب هولاك رجاله هولاك عمر. بس عايز الحوار معاك. اتفضل قول. فاضي دلوقتي ولا جالك وقت تاني لو وراك حاجه دلوقتي راسي؟ يعني انتوا مبهدلين الدنيا يعني في الشام. رساله في السخان و براحتك براحتك. ماشي بس بص. من ملك الملوك بقى شرقا وغربا القام الاعظم الى قطز الذي هو من جنس مماليك الذين هربوا من سوفنا الى هذا الاقليم. انا ما هربتش من حد. كان سيبنا كمل ونشوف بقى بعدين. انا نحن جند الله في ارضه خلقنا من سخطه وسلطنا على من حل به غضبه. فنحن لا نرحم من بكى ولا نرق لمن اشتكى. وقد سمعتم اننا قد فتحنا البلاد وطهرنا الارض من الفساد وقتلنا معظم العباد. فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب في اي ارض تاويكم واي طريق تنجيكم واي بلاد تحميكم. قد ثبت انكم الفجر فكثيركم عندنا قليل وعزيزكم عندنا ذليل. طاع الهدى وخشي عواقب الرضا وطاع الملك الاعلى. انا كده وصلت زي ما انت يا عم. انا والله لا استنى يا عم الحوار ده بره عني والله. انا كده كده اصلا يا نجم. يا عم انت ده لي نجم. 24 واحد بره صح؟ كانوا جايين معاه. معايا رقبتهم ولفهم لفه هدايا. في طب متفاهم. طيب اسمع. طب ثواني. طيب هفهمك. طيب قلم واكتب ورايا عشان ترجع لهناك مره واحده. ما تقول اللهم على كل شيء قدير. طيب والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد الامي على كتاب ورد فجرا. قلتم انكم مخلوقون من سخط مسلطون على من حل عليه غضبه ولا ترقون لشاكل ولا ترحمون عبرة باكر. يا عم ماشي. وقد نزع الله الرحمة من قلوبكم. وذلك من أكبر عيوبكم. احنا حرين. فهذه صفات الشياطين. يا عم ماشي. لا صفات السلاطين. احنا هو كده. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ففي كل كتاب قبيح وصفتم.
وعلى لسان كل رسول ذكرتم، وعندنا خبركم من حيث خلقتم، وأنتم الكفرة كما زعمتم. ألا لعنة الله على الكافرين والسباع والضباع، احنا السباع وانت الضباع طبعا يا عم، لا والكومات بالكراع، لا يهولنا تخويف ولا يزعجنا ترغيب، إن عصيناكم فتلك طاعة وإن قتلناكم فتلك بضاعة. احنا لا قتلناكم يعني انتم بضاعة، وإن قتلنا فبيننا وبين الجنة ساعة، أفيكون من الموت فرارنا وعلى الذل قرارنا، ألا ساء ما يحكمون. إن عشنا فسعيدا وإن متنا فشهيدا، ألا إن حزب الإيمان ورد بعد التبيان، كتب سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لك هذا الخطاب، وسيأتيك الملك الناصر وسائر أمراء الشام، ينفرون الإصالة إلى جهنم وبئس المهاد، أنحن أولئك في أواخر سفر موعدنا الرصد، وقد قلنا ما حضر والسلام. سلام. أقول لك حاجة؟ اقطع رقبته مع الخمسة. لا 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 بالاعمال الجميله بتاعتنا، ودكتور ايمن اسماعيل حضرتك منورنا النهارده والله العظيم. والله ربنا يخليك يا حبيبي. والله مش عايز احرق بقى للجمهور علشان تبقى مفاجآت ان شاء الله. رمضان في مستني حاجه جميله جميله جميله. مش متخيلين احنا تعبنا والله قد ايه عشان نعمل المسرحيه دي. والله اربع ساعات بنحضر للعرض الجميل ده، وشكرا دكتور ايمن كان بيدعمنا دايما وبندي له الجائزه طبعا، السيد راعي وزير الشباب والرياضه والثقافه يعني. والدكتور وعدنا بجائزه، فلو ما ادهناش اللي بعت لنا كل حاجه واللي قال لنا نعمل ايه يعني. شكرا يا مريم برده، هي وعدنا بجائزه زي الدكتور يعني. حاجة. الفنان انا فنانة. انا قالوا لي اطلع افتن على الخيانه، فطلعت فطنت على الخيانه عادي وانا خطفت من مروان. ام علي حلويات.